نرحب بكم في مستهلي أعمال الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي في يوم يملأه العمل والحياة، فما العمل إلا حياة. تعقد منظمة العمل العربية الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي في ظل ظروف عربية ودولية بالغة الدقة والأهمية. يسعدني أن أتحدث أمام هذا الجمع المبارك باسم مجلس إدارة منظمة العمل العربية في افتتاح الدورة 44 بمؤتمر العمل العربي، وأود بهذه المناسبة أن أعبر باسم مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة. وما زالت منطقتنا العربية تواجه تحديات فرضت واقعا اجتماعيا صعبا، فازدادت أعداد اللاجئين والنازحين، واتسعت رقعة الفقر، وتفاقمت معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب، والذي يستدعي منا العمل الجاد والدؤوب لتمكين الشباب العربي من استثمار طاقاته والانخراط في برامج وخطط التنمية المستدامة. إن المهام والأهداف التي تطلع بها منظمة العمل العربية وفقاً لما ورد في دستورها، وبخاصة في إطار تحسين ظروف وشروط العمل، تفعيل الحوار الاجتماعي على كافة مستوياته، تعد من أهم وأدق المهام القومية التي يزداد الاحتياج إليها في منطقتنا العربية يوماً بعد يوم. إن إنجاز وعد التنمية لمجتمعاتنا العربية وتحديثها وتأهيلها للحاق بعصرها هو الكفيل بتمكين الدول العربية من مجابهة كافة التحديات الأخرى على المدى الطويل. في ظل التطورات المتلاحقة والمتسارعة لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، وإننا لنثق في قدرة مؤتمر العمل العربي في ظل إدارة حكيمة لمنظمة العمل العربية على مواجهة تلك التحديات والنهوض بالعمالة العربية إلى مستويات قادرة على المنافسة، والعمل على رفعة شأن أوطاننا العربية لتحقيق استقرار شعوبنا.